الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء، صلوات الله عليك وعلى أبيك وعلى بعلك وعلى بنيك. ونحن نعيش الأيام الأليمة للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، حري بنا أن نأخذ من معينها ونقتبس من نورها الوضاء. حينما نتحدث عنها حقيقة يتحدث الإنسان عن كنه معرفة هذه الصديقة الطاهرة وهو في حيرة حينما يغوص في بحار معرفتها. ولعل قائل يقول أو سائل يسأل، ما فائدة هذه المعرفة وما فائدة هذه العلوم وما الجدوى من هذا الحديث؟ تتحدثون عن أناس مضوا، لماذا لا تتحدثون عن واقعنا وعن ما يعيش المسلمون من معاناة ومن مأساة؟ فالكلام أيها الأخوة وأيها الأحبة، أو كما لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، كذلك في فاطمة للنسوة وللرجال، وكذلك في أئمة أهل البيت قد كان لكم فيهم أسوة حسنة. الكلام حينما نتحدث عن فضيلة من فضائل الزهراء، أولا لنعرف ولو الشيء القليل عن منزلة هذه المرأة العظيمة، ولتعرف النساء منزلة من تريد أن تقتدي بها. إذا كانت امرأة عادية كما يقول البعض، فما الفائدة من الاقتداء بها؟ وإذا كانت من الملائكة فلا جدوى أن يقتدي الإنسان بالملائكة، ولكن الله سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلها حوراء إنسية. ومن هذه الصفات التي ينبغي أن نتحدث عنها، أو ينبغي للآخرين للنساء للرجال أن يعرفوا عنها، هي اسمها ومعرفتها بأنها محدثة. ورد في الأحاديث الكثيرة أن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها محدثة. أولا، ما المقصود بأنها محدثة؟ محدثة كما يقول أرباب اللغة مشتق من الحديث، أي هناك من يتحدث معه، من يتحدث مع فاطمة. هذا الكلام يجر البعض إلى أن يوجه سهام التهم وسهام النيل من هذه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء والنيل من شيعتها، يقول بأنكم تبالغون، أنكم تغالون. وأين المغالاة حينما يكون غير الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء أيضا محدث وبدليل من القرآن؟ القرآن يبين لنا أن هناك الكثير من الذين تحدثهم الملائكة وهم من غير الأنبياء. فالبعض يقول، هل تريد أن تجعل من الزهراء نبية؟
نحن لا ندعي هذا الادعاء ولا أحد يدعي ذلك، ولكن هل توجد ملازمة بين حديث الملائكة أو الوحي وبين كون المتحدث معه نبيا؟ لا توجد هذه الملازمة، وبدليل القرآن الكريم أن الملائكة تحدثت مع أم موسى وتحدثت مع سارة زوجة إبراهيم، وكذلك الوحي نزل على الكثير ممن هم ليسوا من الأنبياء، أو الله أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم وهم ليسوا بأنبياء. فنجد قوله تعالى مع مريم أن الحديث كيف دار بين الملائكة وبين مريم، والحال أن مريم ليست بنبية. فقوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذا حديث ملائكة مع مريم. وكذلك جبرائيل أيضا يتحدث مع مريم حينما بعثه الله سبحانه وتعالى إليها لينفخ فيها من روحه، فقوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك إليك غلاما زكيا. لاحظ هنا حوار بين جبرائيل عليه السلام وبين مريم عليها السلام، هذا الحوار والحديث والأخذ والعطاء بأطراف الحديث يدور بين الوحي الذي هو جبرائيل عليه السلام وبين مريم. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إذن حديث طويل دار بين جبرائيل عليه السلام وبين مريم، والحال مريم لم يقل أحد بأنها كانت نبية. فما الضير أن يتحدث جبرائيل مع فاطمة، وفاطمة أفضل نساء العالمين بما فيها سيدات نساء العالمين، فسيدتهن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، بل أفضلهن فاطمة. وأيضا هناك حديث من الملائكة مع سارة زوجة إبراهيم في قوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وكذلك الحديث مع أم موسى، بل القرآن الكريم يعبر بالحديث معها أنه وحي، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. فهذا وحي من قبل الله سبحانه وتعالى إلى أم موسى، والله سبحانه وتعالى ذكر عبارة الوحي في آيات عديدة، و
بيّن ذلك أن الأمر لم يكن محصورا بالأولياء أو الأنبياء، بل حتى الله سبحانه وتعالى أوحى إلى السماء وأوحى إلى النحل، وأوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وكذلك الوحي أيضا ينزل على الأنبياء. فليس بالضرورة أن يكون من يوحى إليه نبيا أو مرسلا، إنما يمكن أن يكون جمادا، ويمكن أن يكون حيوانا، ويمكن أن يكون إنسانا وهو غير نبي. فإذا الوحي والحديث وحديث الملائكة مع غير الأنبياء أمر موجود وليس فيه ريب ولا شك. إذن لماذا نستكثر ذلك على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ وللحديث تتمة إن شاء الله نكمله بعد فاصل قصير، ثم نعود إليكم إن شاء الله. الراضية، أي الراضية بما قسم الله لها، فكانت السيدة الزهراء عليها السلام راضية بما قدر الله لها من مرارة الدنيا ومشقاتها ومصائبها ونوائبها، وفيما أعطاها من القرب والمنزلة والطهارة وغير ذلك من المراتب العالية في الدنيا والآخرة. المحدثة، قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما سميت فاطمة محدثة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران، فتقول: يا فاطمة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا فاطمة، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فتحدثهم ويحدثوها، فقالت لهم ذات ليلة: أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا: إن مريم كانت سيدة نساء عالمها، وإن الله جعلك سيدة نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء الأولين والآخرين. الحانية، أي الحنان والعطف والرحمة، وذلك بسبب كثرة حنانها على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعلها وعلى أولادها ومحبيها والأيتام والمساكين. عن أبي جعفر عليه السلام إنه إذا كان يوم القيامة فتأتي فاطمة وتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. نعود إلى الحديث عن الوحي، وأن الوحي لا يختص بالأنبياء فقط، وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر أن وحيه أو أنه أوحى إلى أمور وأشياء أخرى غير الأنبياء بل وغير الإنسان. فقوله تعالى: وأوحى إلى كل سماء أمرها، وقوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فهنا الوحي تارة إلى السماوات وتارة أخرى إلى الحواريين الذين هم أناس غير من غير الأنبياء، إنما هم حواريون للنبي. وإذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هنا الله سبحانه وتعالى يوحي إلى الملائكة، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه،
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذا أيضا وحي لأم موسى. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. إذن أيها الإخوة، أيها الأحبة، أن أعداء أهل البيت كثيرا ما روجوا الإشاعات ضد أهل البيت وضد أتباعهم، ومن تلك الإشاعات في هذا المضمار وفي هذا الخصوص أن الشيعة يدعون، وأئمة الشيعة وعلماء الشيعة يدعون أن لفاطمة قرآن غير هذا القرآن، وأن قرآنها كامل وقرآن المسلمين غير كامل، وإلى آخره من هذا الكلام. ولكن العبارة الموجودة في الروايات أنه مصحف، الوارد في روايات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كالرواية الواردة عن الإمام الصادق يقول: وإن عندنا لمصحف فاطمة. وما يدريك ما مصحف فاطمة؟ قال: فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، وإنما هو شيء أملاه الله عليها وأوحى إليها. طيب، هذا الكلام وهذا الحديث الوارد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أولا يعبر عنه بالمصحف، وما هو معنى المصحف؟ المصحف لا يعني القرآن، أو لا يعني قرآنا. ائتني بآية واحدة في القرآن الكريم يعبر عن القرآن الكريم بأنه مصحف، لا توجد آية واحدة فقط ائتني إذا إن كانت قد وجدت، إنما إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يعبر عنه بالكتاب، يعبر عنه بالبيان، ولكن لا يعبر عنه إنه لمصحف أو إنه مصحف كريم. إذن ما هو معنى المصحف؟ معنى المصحف كما ورد في اللغة، ورد في اللغة معاني عديدة أو أغلبها يدور حول أن المصحف هو مجموعة صحف جمعت ودونت تحت كتاب واحد، يجمعها كتاب واحد. وهذا الأمر الذي نجده في الكتب اللغوية، الرازي مثلا يقول: المصحف بضم الميم وكسرها، يعني مصحف ومصحف. فيقول: أصله مأخوذ من أصحف، أي جمعت فيه الصحف. وفي كتاب المنجد أيضا يقول: المصحف ما جمع من الصحف بين دفتي كتاب مشدود. وفي لسان العرب أيضا يقول: المصحف الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين. ما معناه؟ أن كل كتاب يعبر عنه بالمصحف، كل ما جمعت فيه صفحات وأوراق وصحف وجعل بين الدفتين فيكون ذلك يعبر عنه بالمصحف. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قلنا: لم يذكر القرآن الكريم ولا آية واحدة أن القرآن الكريم اسمه مصحف. أسماء عديدة: فرقان وردت، بيان وردت، القرآن وردت، أما أنه مصحف لم يرد ذلك في القرآن. طيب، نحن مع الحديث الذي ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، نوضح ذلك. أولا، أن ما أراد الإمام بالحجم، يعني ما أراد أنه هو
مثل قرآنكم ثلاث مرات أراد به من حيث الحجم، من حيث الحجم نعم يكون المصحف الذي بين يدي فاطمة أو بين يدي أو الذي كتبته فاطمة وهو بين يدي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى أن يصل إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو له حجم كحجم القرآن الكريم بثلاث مرات. هذه القضية وهذا الأمر ذكره الإمام لمعرفة الناس بأن القرآن حجمه وتعداد صفحاته معلومة عند الناس، فأراد أن يقيس بشيء معلوم فيما بين الناس، وأيضا أن ذلك لا يعني أن القرآن ناقص. لماذا؟ لأن الإمام يقول ليس فيه من قرآنكم ولا حرف واحد، إذن هو أمر آخر، إذن هو شيء آخر غير القرآن الكريم. لو قال أنه قرآن نعم وكان حجمه كذا، إذن حجم القرآن الذي عند فاطمة هو أكبر من حجم القرآن الذي بين يدي المسلمين، ومعنى ذلك أن القرآن الذي بين يدي المسلمين هو ناقص، ولا يقول أحد بذلك، ولا أحد من العلماء الإمامية يقول بذلك، إنما الكل يجمع على أن الباري عز وجل قال في كتابه العزيز إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن القرآن محفوظ، الله حفظ القرآن كما أنزله على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما وجد في مصحف فاطمة لا يسمى قرآنا، إنما يسمى بمصحف فاطمة، والمصحف في اللغة غير معنى، وفي في القرآن الكريم أيضا لا يوجد هذا المعنى واردا أبدا. والإمام الصادق عليه السلام يوضح المقصود من مصحف فاطمة، يقول إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون، وإنكم لتسألون وتستفهمون عن هذا المعنى، والإمام الصادق يجيب على هذا الاستفهام من قبل السائلين، فيقول إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 75 يوما، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها، وكان علي يكتب ذلك، فهذا هو مصحف فاطمة. هذا الذي يذكره الإمام الصادق عليه السلام، وأيضا له حديث آخر يقول ما أزعم أن فيه قرآنا، يوضح هذا الإشكال وهذا الاستفهام الذي يستشكله البعض على أئمة الشيعة وعلى علماء الشيعة، أنهم يقولون أن لفاطمة قرآنا غير هذا القرآن. الإمام الصادق يوضح هذا الكلام ويرد هذه الشبهة ويقول ما أزعم أن فيه وفيه ما يحتاج الناس إليه. ويقول الإمام الصادق عليه السلام في هذا الشأن أيضا يقول أن يقول ما أزعم أن فيه قرآنا، هذا الزعم الذي يدعيه البعض علينا وعلى علماء الشيعة إلى يومنا هذا، الإمام الصادق يرد هذا الزعم وهذا الإشكال وهذه الشبهة، فيقول ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى أن فيه الجلدة بالجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة عليه غرامة، هذه الغرامة للخدش أيضا مذكور في هذا الكتاب. وحديث آخر وأخير
أيضا الإمام الصادق عليه السلام يقول: وأما مصحف فاطمة ففيه ما يكون من حادث وأسماء من يملك إلى يوم القيامة، ففيه أخبار ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا هو مصحف فاطمة، وهذا هو الحديث عن أن فاطمة كانت تحدث وكانت تكتب ما يحدثها به الملائكة من أخبار الأمم القادمة إلى يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.